والله ما عارفه اقول لكم ايه. يعني معايا اربع امارات الحقيقه، والواحد المفروض وهو في السن اللي هو فيه ده لما يقعد مع اولاد زي دول لازم يحكي لهم يعني انتصاراته في المجال اللي هم يعني ابطال فيه. بس طبعا انا لو حكيت انتصاراتي هيبقى في فضايح كتير يعني الحقيقه، بس والنبي بفكروني، ها بفكروني احكي لكم انتصاراتي. ها هدير وساره ومحمد واحمد، هناخدهم واحده واحده. البنات الاول اوكي، ليديز فيرست. ايه يا واد انت، البنات الاول والله. ماشي. قولي هدير، عرفيني عليك. انا هدير مخيمر، بلعب رمايه جندية ضغط هواء 10 متر. اخدت ميداليه الذهب في الميكس تيم مع ولد لاعب مجري من المجر. يعني حاصله على الميداليه الذهب في الاولمبياد الشباب اللي لسه انتوا راجعين منه ده. أيوة. لاول مره في تاريخ مصر. بالظبط، لاول مره في تاريخ مصر. ولا حاجه، جمله وعدت. اتفضلي قولي، لسه عندك حاجه؟ لا تمام. طيب قولي يا ساره. انا ساره سمير، لعبه رفع اثقال، جبت اول اولمبياد ذهب. ده اول مره في تاريخ مصر. اول محاوله. من أول محاولة كمان؟ من أول محاولة لأول مرة في تاريخ مصر رافعت أثقال. رفعتي كم وزن؟ رفعت 125. لا يا كلام فاضي. كلام فاضي إيه في 63؟ لا يا حاجة اسكتش، أنا لما بنزل ما يلا يلا مش مهم. أحمد طارق إسماعيل، ألعب ألعاب قوة رمي المطرقة، بلعب نادي مؤسسة عسكرية هايك ستيب، وفزت بالميدالية البرونز في اولمبياد الشباب. برونز. ومحمد بقى. محمد شاكر شوشه، رفع اثقال، جبت الميداليه برونز الحمد لله. رفع اثقال؟ اه. امال انت صارعت فين بقى ولا كنت بتعمل ايه؟ لا انا كنت معاهم هناك. ها؟ لا يعني انا انت هو هناك رفع اثقال برضو؟ ايوه. اه افتكرتك مصارعه. لا انت برونز، انت الاول مره في تاريخ مصر برضو؟ تاني مره. انت تاني ميداليه انت؟ تاني لاعب يعملها في تاريخ الاولمبياد. حلو قوي. وانت من 50 سنه. من 50 سنة؟ اه. أنت تاني لاعب من 50 سنة؟ اه، يعني اللاعب الأولاني اللاعب حسن رضا عملها في 2010. اه. جاب نفس الميدالية البرونزية. اه. وأنا تاني لاعب أعملها السنة دي الحمد لله. أحمد. إيه تاني ميدالية ولا أول ميدالية؟ دي أول ميدالية أولمبية في تاريخ ألعاب القوى منذ تأسيس الاتحاد 1910. طيب. لفت نظري بقى، يعني أنا مش هعلق على اللي هم قالوه دلوقتي. ولا علق ولا ما علقش. المهم ان انتوا تفهموا ان احنا قاعدين مع ابطال بيشرفوا مصر، راجعين بانتصارات خياليه، شيء يبعث على الامل وعلى يدي اكسجين كده في جسم البني ادم وفي رئته وفي رئه البلد كمان. بس خليني في ملحوظه خدت بالي منها، انت قلتي انت متمرنه فين؟ مدرسه ايه؟ المؤسسه العسكريه. مؤسسه العسكريه. مؤسسه عسكريه. مؤسسه عسكريه. مؤسسه عسكريه. اظن مش عايزه تعليق الحكايه، يعني النظام الـ 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 الانتظام، المواعيد الصح، الالتزام، كل حاجه مظبوطه مش كده ولا ايه؟ لو كنتوا في مدارس عاديه كان حصل كده؟ لا هو احنا في مدارس عاديه بس احنا بنلعب تبع الجيش. تبع الجيش. انا طالب في المدرسة العسكرية. انا الطالب الوحيد اللي عمل ميدالية في المدرسة العسكرية. هم لعيبة مدنيين. انا الطالب اللي بس عمل هم لعيبة مدنيين في مدارس عادية لكن منتميين الى منتميين المؤسسة الى المؤسسة العسكرية. اه. وده اللي انا بقصده. انه ما شفناش ده، يعني الظاهرة بتكمل بعضها، ان احنا النهاردة عندنا اربع ابطال حاصلين على ميداليات 2 ذهبية و2 برونزية، كلهم تدريب مؤسسة عسكرية. ترجموا انتوا بقى، انا مش هترجم. احكي لي بقى انتي في سنة كام؟ انا في تالتة ثانوي السنة دي. هدير يعني ايه ضغط هواء؟ بندقية ضغط هواء احكي لي ازاي؟ هي بندقية عادية خالص، بس يعني بتحط فيها رش. الرش دوت يعني ليه بيتحط البندقية على المنجلة، المنجلة دي بتظبط الرش تجميعه على الهدف، وتشوف لو يعني الهدف تجميعه كويس يبقى هو الرش ده مناسب ليه. فاحنا بنشوف الرش المناسب وبنلعب بيه. فهي بندقية عادية خالص بتلعب برش غير البندقية تانية. هي في طبعا بندقية تانية، بندقية رصاص بقى حي، ليها ثلاث لعب، رائد ومرتكز وواقف. انا بلعب الواقف ضغط هواء بس. انت بتلعبي الواقف. المرتكز ده اللي هو بيبقى على ايه؟ حاجه ارتفاع نص ولا ايه؟ هو النص. الرائد بقى لا، هو الرائد نايم على الارض. الرائد نايم على وشه. المرتكز بيبقى قاعد على ايده كده. يعني هو بيبقى كده بس، يعني رجله دي بتبقى ورا يعني قاعد عليها.
قاعد على الرجل. قاعد على رجل ورافع رجل كده. اوكي يعني مرتكز ثلاث ارباع كده فين زي الارتفاع دي مثلا. اوكي والواقف واقف عادي بالظبط. حلو قوي. ايه اللي خلاكي نقيتي بقى الحكايه دي؟ هو انا بابا في المجال الرمايه هو كان ماسك المؤسسه العسكريه، هو ماسك دلوقتي حاليا المؤسسه العسكريه. وهو يعني انا كنت بروح معاه في الجيش الثاني الميداني. هو كان ماسك هناك برضو. فهو يعني انا حبيت البنديه، هو كمان كان بيلعب بنديه، كان بيلعب خرطوش. فانا اما شفت البنديه حبيتها. فانا الاول اصلا كنت عايزه طبانجه. رحت لعبت طبانجه بس ما حسيتهاش كده انها يعني مسليه. حسيت ان البنديه عشان فيها لبس وفيها يعني حاجه خاصه كده، فشديت ليها قوي. هو كمان كان بيلعب، فانا موهبتي يعني زي بيقولوا بنت الوز عوام، فانا واخده منه. ساره بقى برضو ده لا اهتمام خاص جدا يعني. قولي لي بقى جات لك ازاي؟ انا طبعا بتريق عليك ان انا لو شلت نزلت اشتري الخضار بتمخع من 3 4 كيلو خضار. انا لعبتها عشان اخويا شفته هو بيلعبها، كنت رايحه له بطولات وكده. هو طالب، كان طالب في المدرسه العسكريه، كان عنده بطوله وانا رحت اتفرجت، كنت رايحه مع بابا وماما. شفت بنات بتلعب كان في البطوله، فانا حبيتها. اما شفت البنات حبيت ان انا اعمل زيهم. فدخلت المجال ده. بتحتاج منك ايه بقى تدريب، او ايه مرتكز على ايه؟ رفع الاثقال، انهي عضلات لازم تبقى اقوى؟ هو بس كل العضلات لازم تبقى قويه. لكن يعني احنا عندنا الرجلين، عندنا الظهر، عندنا الدراعات. يعني لازم كله يبقى قوي. الرقبه دول دول كدا. طب انت بترفعي؟ لا ما انا مش فاهمه، ما بفهمش، بس انا قصدي اقول لما بينزل على نص ركبه ونص ده وبيرفع كده بتبقى غير وانت ما بتوطي خالص وتقومي. ده اللي على طول ده اسمه خطف. الكلين اللي بننزل نقعد تحت وبعدين نطلع نطلعه فوق. الخطفة بيبقى اصعب من الكلين. انت بقى خدتي يعني انا عملت في البطوله دي 103 خطف و125 كلين. يا لهوي. هو الميدالية عندنا بالمجموعة. تقدري تشيل احمد؟ لا احمد مش بار. انا لو مددناهولك شددناهولك كده ممكن اشيله. احمد قولي. انا بلعب رمي المطرقة. ايه رمي المطرقة ده بقى؟ عشان انا برضو على ايامي لما كنت بطلة ما شفتش انا رمي المطرقة ده. انا مرة لعبت جلة. هي زي الجلة، هي لعبة برضو من العاب القوة زي الجلة، تبقى نفس الوزن بس تبقى بسلكة ومقبض. وليها اداء حركي مختلف، دورانات وبنرمي. الله دي اولمبيك، دي من الرومان، من الرياضه. رياضه رومانيه اصلا. انا لعبت الجله تمام. قالوا لي ارفعي الجله، جيت ارفعها اتقلبت عليها وبعدين شلتها زي ما اكون شايله قرص جله كده وحطيتها هنا، راحت متزحلقه نازله على صوابع رجليا. بطلتيها بقى مليون مره. دمرت لي صوابع رجليا. فكده انا لعبت جول يعني. بقول له شايف عندي سوابق في الرياضه مش اي حد يعني. قول لي بقى. نعم. انت رفع اثقال بقى عملت ايه؟ رفعت ايه؟ شلت 140 خطف و 178 كيلو متر. طيب هل في فرق بقى بين الولد والبنت في رفع الاثقال؟ عامه الولد بيبقى اقوى جسمانيا، ده طبيعي. لكن في رفع الاثقال بقى البنات بيلعبوا مع البنات والولاد مع البنات. لا انا قصدي ليها ليميت يعني، مثلا هل البنات ليهم وزن ما يعدوا اوزان معينه؟ يعني انا بلعب 63، هو بيلعب 85. احنا إيه بقى؟ يعني اوزان. اللعبه دي اوزان، كل وزن بيلعب لوحده. انت 63 دي وزن ايه؟ ده وزني انا، جسمك. وزن جسمي. اوكي. زي الذبابه ومش عارفه ايه في البوكس. يعني احنا عندنا، انا ما ينفعش العب مع واحده مثلا ميزانها 75 كيلو. دي هتشيل اكتر مني. لان احنا عندنا الكيلو بيفرق، لو انا ميزاني زاد كيلو ارقامي بتزيد، لو قل ارقامي بتقل. طب دلوقتي انت لو بطولك كده ووزنك زاد، هل ده مفيد ولا يضرك انت؟ هو بيضرني شويه يعني لما بيزيد، عشان ببقى اخسس وبتعب في التخسيس. ارقامي بتنزل شويه. فده يعني بتعبني، بدوخ في البطوله، ده بتعبني شويه. طب هل انت كبنت مأثر عليكي باي شكل؟ انك اصل الرياضتين بالنسبه للبنات غريبين، لازم نعترف يعني. فهل ده مأثر عليكي كونك مثلا مع صحابك البنات بيقلقوا منك؟ لا. نوع العلاقه مش زي اللي قاعده تعمل مانيكير طول النهار دي والبتاع. لا هو يعني انا يعني ما بقعدش في بيتنا كتير، احنا عندنا المنتخب بتاعنا دايم معسكرات على طول، فدايما قاعده مع صحابي اللي بيلعبوا رفع اثقال زي. مستمتعه
الحمد لله. مش ناقصك يعني ما ساعات ما بتقوليش مثلا نفسي ابقى غير اللي انا بعمله؟ لا انا حابه اللعبه. وانت هدير برضو؟ لا اكيد طبعا حابه يعني داخلها ان انا يعني انا اللي عايزاها. فهي دي حاجه يعني انا مبسوطه ان انا بلعبها. طب انتوا الاعتزال المفروض يكون في قد امتى؟ ايه اللي يخليكي تبطلي؟ هو بقى يعني مثلا غير الاصابه لا قدر الله، واحده حاسه انها يعني الناس اللي جايين بعدها يعني احسن منها ومستواها خلاص يعني ما فيش يعني وقع خلاص بقى، هو في الاجيال اللي جايه بعدها احسن منها عاده، فهي احسن لها انها تعتزل. طيب احنا يعني انا اولا سعيده جدا، فخوره بيكوا جدا، طايره بيكوا في السماء. لازم تعرفوا ان ده احساس اي حد بيسمعكوا او بيشوفكوا او بيسمع عنكوا حتى. المطلوب دلوقتي ان زي ما في عيال قاعده شاطره انها تحدف ازاز على الشبابيك وتضايق البتاع والتيار بمولوتوف والهبل ده، الناس دي لازم تاخد بقى وضعها الحقيقي، عشان هم دول الشمعه المنوره اللي ممكن يمشي على طريقها غيرهم. فاعتقد انه شيء طبيعي جدا ان احنا ناخد بالنا منهم، نراعيهم، نحتضنهم، نشوف طلباتهم، نحطهم في الصداره، عشان يبقى بدل ما يبقى 4 يبقى 40. اظن كلام منطقي ومش محتاج ان الواحد يقوله يعني. نورتوني وشرفتوني وشرفتوا مصر، وسعيده بيكم جدا، وهجيب لكم حلبسه بعد التصوير.